الفقرة اللي بعد كده زي ما احنا متعودين هي المناسبات، نشوفها مع بعض ونرجع تاني. اتفضل. سنة وانتم طيبين، عقبال يا رب 100 سنة يا رب تحققوا فيها كل أمنياتكم، وسنة جديدة جميلة يعني بتمنى لكم كل سعادة وصحة وكل حاجات جميلة تحققوا فيها كل أمنياتكم. كمان ببارك لمريم وكريستوفر بزواجهم، حقيقي أجمل عروسين شفتهم وحضرت فرحهم. ربنا يا رب يسعدكم ويفرحكم، وبداية حياة جميلة وبيت كنسي جميل. ألف ألف مبروك.